اهلا بكم. اليوم جينا باش نكتشفوا مركز فيكتوري بارتنرز لتعلم لغتي الفرنسيه والانجليزيه بطرق ومناهج رقميه حديثه مصادق عليها من طرف الهيئه الاوروبيه المشتركه لمراجع اللغات واللي كتدرس في اكبر مراكز تعلم لغات على الصعيد العالمي وكذلك باعتماد السبوره الالكترونيه التفاعليه. هذا المركز كيتواجد بمدينة برشيد وبالضبط في شارع محمد الخامس. وبالرغم من الحداثة ديال فيكتوري بارتنرز إلا أنه لقى نجاح متميز ورجع من المراكز الرائدة ماشي غير على الصعيد المحلي وإنما حتى على الصعيد الوطني نظرا لجودة الخدمات اللي كيقدمها واحترافية مهنية الأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليه. ولضمان الجودة في التعلم ولأن المسؤولين كيأمنوا بأن اللغة كنكتسبوها أكثر من اللي كنقراوها في جل المناهج اللي كتعتمد على الكومينيكاسيون بنسبة كبيرة، كيتم تقسيم المستفيدين أولا حسب الفئات العمرية كبار شباب وحتى صغار، وثانيا حسب المستوى ديالهم من خلال اختبار رقمي كيدوزوا المستفيد على حاسوب واللي كيحدد بشكل دقيق المستوى ديال المتلقي، وكيسهل علينا دمجوا ضمن مجموعة كتوفر على نفس المستوى، الشيء اللي كيعطينا أقسام متجانسة وكيساهم بشكل كبير في جودة التدريس. يلا نشوف. لا سيسيون دو طون قربت تسالي، كل المستفيدين راضيين على المستوى اللي وصلوا ليه، والآباء عبروا على الرضا ديالهم للمستوى اللي وصلوا ليه وليداتهم سواء في الفرنسية أو الإنجليزية، وحتى الوليدات كيجيو ديما متحمسين للتعلم، وهذا الشيء كيبان من خلال المواظبة الكبيرة ديالهم على الحضور وقت الحصص. Je m'appelle Adam Chami et je fais les cours en français et en anglais dans le centre Victory Partners. C'est un très bon centre, il donne des cours très efficaces et je profite beaucoup, les profs sont excellents. On rencontre des élèves et des gens ayant les mêmes goûts et le même style que nous. Victory Partners is important for me because I study in French and English. My second language is French and English. English is important for me. I will learn how to communicate with people of other countries. I'm 8 years old. I live in Barshid, Morocco. I'm a student at Victory Partner Center. Et je suis contente quand je viens à l'école. اللي عجبني هنا هو بان لو كور اي هوموجين، لي طابلو دايرين لي طابلو انتراكتيف، حاجه اللي هي زوينه واللي ما كتكيناش هنا كاع. اللي غادي نقدر نقول لك هنا كاين اون امبيونس زوينه وصافو لا بين باش تجي ديبلاصا من مدينه لمدينه. بقى غير نذكركم باللي تسجيل واعاده تسجيل لا سيسيون ديفير راه مفتوح من الان، ما عليكم غير تزورونا في مركز فيكتوري بارتنرز في اقرب الاجل لاجتياز اختبار تحديد مستواكم والالتحاق بالمستفيدين في دورتنا المقبله اللي غتنطلق قريبا. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على العناوين المبينه في الشاشه.